لكم، وعلى أن بالنسبة لي كانت مقابلة مهمة كثير. كما كتعرفوا لوبجيكتيف برينسيبال ديالنا شنو هو، خصوصا في هذا الشطر الثاني البطولة، النقطة كتولي غالية بزاف. انا جو بونس بانها سيت ان بون بوان، خصوصا في الظروف اللي كنعيشوها مؤخرا. كاين بزاف ديال العياء، كاين لاعبين اللي ناقصين. اليوم لعبنا بأربعة لاعبين ناقصين، كنظن ماشي سهل. كذلك ضد واحد الفريق اللي خارج الميدان ديالو يمكن كيكون افضل من داخل الميدان ديالو، خصوصا ان عندهم العربيدي وكمان لاعبين اللي كيتمتعوا بمهارات كبيره وكيتمتعوا كذلك بسرعه فائقه. ففي لي كونتر في لا ترانزيسيون او بلوتو لا ريكونفيرسيون ديفونس اتاك كيكونوا خطيرين بزاف. انا لان كذلك فريق مشاكس وماشي من السهل انك تلعب ضده، لان المقابله كانت صعيبه. الشوط الاول كان على كنظن بانه كان ايكيليبري، ورق الجوج كانوا ايكيليبري. يمكن في الشوط الثاني كان شويه، يمكننا اننا إن يمكن شويه افضل في الاستحواذ على الكره، من خصوصا كذلك في خلق الفرص الحقيقيه للتسجيل، كما اننا كان بامكاننا نسجلوا واحد الهدف او اثنين. الكره ديال ياسين كذلك في اخر نفس المقابله كان يمكن لها تكادر وتكون تعطينا واحد الهدف. مي على العموم نقطة مرة واحدة أخرى كنقول ثمينة، وأنا سعيد كثير بالطريقة كيفاش أداو اللاعبين، خصوصا من بعد كيفاش هما راطي داك لا بروميير ميتون ولا داك لي 20 بروميير ميتون ديال ضد لي فار. فكنظن على أنه لا كونسونتراسيون اليوم، ميم لو بريسينغ ولا سانكرونيزاسيون ديالو اللي كانت خانتنا في لو ماتش ديال لي فار، كنظن على أنه اليوم طبقوها اللاعبين بطريقة جيدة. و يعني سعيد بالأداء ديالهم، سعيد بالكونسنتراسيون ديالهم، سعيد بالتعامل ديالهم والانضباط ديالهم. واللي جميل في الأمر أننا حتى اليوم ما خدينا حتى كارطون ولا جون، فكنظن هذا كيبين على الأهمية ديال أو الكونسنتراسيون ديال اللاعبين اللي كانت غادية فقط مع شنو كيوقع إيجابي ليهم والنادي ديالهم. فمرة أخرى كنقول أن النتيجة أن بون بوان، نتيجة طيبة للفريق. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.